هاتف المحاسب عطيه سالم، رئيس مجلس اداره بنك التنميه والائتمان الزراعي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مساء النور يا فندم. الازمه ايه في موضوع صرف الاستحقاقات لمزارعي القطن؟ لا، في ازمه. بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش ازمه ولا اي حاجه. احنا الحمد لله دافعين لحد دلوقتي 320 مليون. ان شاء الله ده على اقفال يوم الخميس، يعني ان شاء الله النهارده نكون قفلنا مثلا 350 مليون. بندفع الفلوس، مفيش اي مشاكل. احنا بعتنا لوزاره الماليه ومعالي الوزير زراعه مشكورا، برضو خاطب معالي وزير الماليه عشان يبعتوا لنا الفلوس، لكن احنا مستمرين ان شاء الله في الدفع. هنتمنى ندفع الفلوس للمزارعين، مش عاوز اي حد يقلق. هندفع كل الكشوف اللي بتوصل لنا واللي وصلت لنا، هندفع لجميع المزارعين ان شاء الله. تسوية المبالغ بيننا وبين وزارة المالية ده أمر بيننا وبين وزارة المالية، لا دخل للمزارعين فيه على وجه الإطلاق. يعني حتى لو المالية لسه ما دفعتش لسبب أو الآخر، ده ما يسببش قلق ولا يسبب قلق. وأنا مسؤول عن كل حاجة، وأنا عندي تعليمات معالي الوزير الزراعة بتنفذ، مفيش أي تأخير، وهنستمر في دفع الفلوس. اما فلوس تيجي من الماليه امتى، دي قضيه احنا بنعالجها بيننا وبين بعضينا، لكن المزارع لا دخل له، سيستمر الصرف دون توقف. وحتى المزارعين اللي وبكررها للبره المية، اي مزارع عنده مشكله في الكشوف مش معناها ان احنا مش هنصرف، هنصرف في اي وقت ومفيش ميعاد محدد الى ان تنتهي الكشوف جميعا، ودي تعليمات واضحة وصريحة ودون أي تغيير. المدة بين ملء الاستمارة بالنسبة للمزارع وبين حصوله على المبلغ المستحق قد إيه؟ لا يا فندم، المزارع ما بيمليش مستمارة ولا حاجة. اللي بيحصل إن مديريات الزراعة بتبعت لنا الكشوف بالأسماء بالمساحات بالمبالغ، وبيتقدموا بالرقم القومي وبيصرفوا المبلغ المخصص ليهم تماما دون أي مشاكل ولا أي حاجة. وانا بقول لحضرتك احنا صارفين، يعني انا بتوقع ان بقفال النهارده ان شاء الله نكون صرفنا قرب ال 350 مليون ومفيش اي مشاكل ابدا على وجه الاطلاق. المحافظات اللي لسه يا فندم لم يصرف لها، هل في محافظات بعيدة؟ لا، ما عندناش محافظات لم يصرف لها. احنا المحافظات وبنستمر ومستمرين في الصرف. ارجو رساله من خلال قناتنا الزراعيه. نعم. ما فيش مشاكل. طيب. هنصرف الفلوس. احنا مسؤولين، وتعليمات معالي وزير الزراعه احنا بننفذها، ومعالي وزير الزراعه قال لنا المزارعين ياخدوا حقوقهم كامله. كمان مش القطن بس، احنا برضو بنصرف الرز، وصرفنا في المحافظات اللي بيورد الرز وفقا للتعليمات المنظمه. احنا بندفع الفلوس مقابل الورق اللي بيقدمه من المضارب. يا جماعه ارجوكم، انتوا قناتنا المفضله وقناه المزارعين، الطمأنينة لجميع المزارعين، يطمئنوا جميعا. الحقيقة معالي وزير الزراعة بيدينا تعليمات وبننفذ كل حاجة، واحنا ماشيين وفقا للنظم المعمول بها، ومفيش حد يقلق على وجه الإطلاق. بشكر حضرتك، كلام واضح وصريح. المحاسب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي. إذا لا مشاكل.